بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إن شاء الله حنتحدث عن الوحدة السادسة، اللي هو حنتحدث عن موضوع اللي هو فرز وترحيل وإتلاف المحفوظات. حنشوف نقطة نقطة اللي هو عندنا مفهوم الفرز، المحفوظات، الترحيل والإتلاف. بداية حنحكي عن اللي هي بالنسبة لهذه النقاط، يعني هذه اللي هي كل المنظمات يجب اللي هي العمل على معرفة إيش المحفوظات النشطة ومتوسط النشاط والمنتهية، النشاطات المنتهية بكون في هناك فرز لهذه اللي هي الملفات. أولا حنحكي عن اللي هو مفهوم الفرز. إيش مفهوم الفرز؟ عملية فرز المحفوظات عملية فنية يتم فيها فصل للوثائق النشطة والتي تضم معلومات تحتاجها الإدارة بصفة مستمرة عن الأخرى غير اللي هي النشطة أو اللي هي متوسطة النشاط التي لم تعد هناك حاجة لها أو تقلل الحاجة لها بشكل كبير. هذه الآن يعني إحنا الآن بنفرز المحفوظات، بنشوف إيش في محفوظات نشطة يعني احنا بنستخدمها بشكل متكرر، في متوسطة نشاط وفي غير نشطة اللي هي منتهية. يجب علينا اللي هو فرز هذا حتى معرفة ايش اللي هي المحفوظات اللي هي النشطة ونوضعها في مكان اللي هو النشط لاستخدامها والرجوع اليها، واللي هي متوسطة النشاط ممكن بعد فترة زمنية نرجع لها، وفي ايش منتهية تماما. هذه اللي هي بالنسبة ل يعني بشكل مختصر نعرف ايش اللي هي المحفوظات اللي هي ممكن احنا نستخدمها ونوضعها في اللي هي اماكن حفظها باعتبارها انها هذه نشطة ممكن احنا نرجع لها بشكل مستمر، وممكن في بعض اللي هي محفوظات غير نشطة. الغير نشطة هذه ممكن ما نستخدمهاش بتاتا، يتم عملية فرزها. وفي محفوظات متوسطات النشاط. النقطة الثانية اللي هي الترحيل، هذا يعتبر اللي هو ترحيل من الإجراءات الضرورية اتباعها بعد عملية اللي هي الفرز مباشرة. عشان بدي أعرف كيف بدي يتم عملية ترحيل اللي هي المحفوظات النشطة أو متوسطة النشاط أو غير اللي هي نشطة. بدي هذا أعمل ترحيل. بالنسبة للمحفوظات اللي هي النشطة ممكن أوضعها في مكان عشان أنا بستخدمها بشكل مستمر، في متوسطة النشاط بوضعها في مكان حفظها الجديد حتى ممكن بعد فترة زمنية أرجع لها، في برضو محفوظات غير نشطة ممكن ما يتمش الرجوع إليها نهائيا، فبتم اللي هو بعد ذلك اللي هو حيتم اللي إيش إحنا نسميه الترحيل أو اللي هو عفوا الإتلاف. مفهوم الإتلاف هو التخلص من الأوراق التي لم تعد هناك حاجة لها مستقبلا وأصبحت حفظها يمثل عبئا على اللي هو المنظمة. يعني الآن بعد عملية الفرز والترحيل بتم عملية الإتلاف اللي هي الأوراق اللي هو ما فيش إلها ضرورة للرجوع إليها أو استخدامها، فبتم مستقبلا فبتم عملية التخلص منها بشكل نهائي. هذه اللي هي بالنسبة لعملية اللي هي الإتلاف. عملية الإتلاف برضو لازم يكون احنا ناخدها في عين الاعتبار لأنها عملية الإتلاف حساسة جدا، بدنا نعرف لأنه في نوعين من عملية اللي هو بالنسبة للمحفوظات الغير نشطة، في يعني منتهية ممكن ما نرجعش لها بتاتا، وفي ممكن تكون مستديمة يمكن بعد فترة زمنية كالعقود واللي هي الاتفاقيات ممكن نرجع لها بعد فترة من اللي هي الزمن. فعشان هيك لازم ناخد في عين الاعتبار عملية الإتلاف تعتبر من العمليات الحساسة من اللي هو فرز أو ترحيل هذه اللي هي أو إتلاف هذه الملفات. هذه اللي هي 3 نقاط بالنسبة لموضوع اللي هو الفرز والترحيل والإتلاف. هذا بالنسبة للي هي الوحدة اللي هي السادسة. إن شاء الله حنتحدث عن الوحدة السابعة اللي هي بتتحدث عن تداول المحفوظات.